ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة ضنكا دي كلمة صعبة قوي يا جماعة. الضنك ده اللي هو الخنقة، الضنك ده اللي هو الضيق. يعني الإنسان اللي هيبعد عن ربنا هيعيش في خنقة، حتى لو معاه فلوس هتعيش في ضيق، حتى لو ملك الجمال العالم هيعيش مخنوق، يبقى عايش في تابوت، عايش في قبر، عايش مخنوق مش عارف يعمل إيه. إيه اللي خلانا نصدق قول الله ده غير لما عصينا ربنا جربنا الضنك؟ كلنا لما بنبعد عن ربنا، لما بنقصر في العبادة، لما بنبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بنحس بالضنك، وفي نفس الوقت بنحس بالسعادة لما بنرجع للعبادة، لما بنقف بين ايدين ربنا. عشان كده الإمام ابن القيم له كلمة حلوة قوي 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 يا جماعة، بيقول المؤمن اللي والله المؤمن يعني الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد على صدقهم.